بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه مطبخ المؤمن وليد. كما تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض واحد الكريم كراميل تيجي رائع جدا، مكونات جد سهله والاهم انه ناجح. كنتمنى تجربوا من اعجابكم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم بحال ديما ديروا لايك شير في القناه ديالي باش توصلوا جديد الوصفات. كنتمنى لكم فرصه ممتعه. بالنسبه لهذا الكريم كراميل هذا نحتاجوا على بركه الله واحد 3 الحبات ديال البيض. اول حاجه نحتاجوا بعدا سمحوا لي نحتاجوا واحد 80 غرام ديال السكر سنيده. غادي نديروا بها الكراميل، يعني غادي نديروها في كاسرونه ونخليوها تذوب على خاطرها، يعني نبقاو نحركوا هكا نحركوا غير الكاسرول بلا معلقه بلا حتى شي حاجه حتى كيولي لنا كراميل. وبالنسبه للكريم غادي نحتاجوا واحد 3 الحبات تاع البيض، عندنا 2 معالق ديال الحليب غبره، جوج معالق ديال الحليب غبره، جوج معالق كبار، عندنا قبيصه ديال الملحه، عندنا حنا واحد 400 مليلتر ديال الحليب، 400 مليلتر ديال الحليب بارد، عندي واحد السكر فاني، معلقه صغيره تاع السكر فاني، وعندي واحد جوج معالق ديال السكر الخشن، سكر سنيده. ندوز على بركه الله الطريقه. كيف ما قلنا اول حاجه غادي نديروها، فغادي ناخذ السكر غادي نوضعو في واحد الكاسخور بحال هكا، وغادي نوضعو العافيه مهيله حتى يولي لنا كراميل. ثاني مرحله غادي ناخذ الحليب، يعني عندنا 400 مليلتر ديال الحليب، غادي نخلطوها مع جوج معالق ديال الحليب غبره، نحاول نحرك هذا النجيج مزيان، نحركو مزيان ونوضعو على النار حتى يغلى. بالنسبه للمرحله الثالثه فتناخذو البيض، تنضيفو ليه جوج معالق ديال السكر، تنضيفو ليه السكر فاني ولا السكر فاني، واحد القبيصه ديال الملحه، صافي. وغادي نحاول نخلط مزيان بالضرب الكهربائي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، من بعد ما طربت البيض مع السكر والفاني فانا غادي نضيف عليه الحليب اللي خلطت مع الحليب غبره. كيف ما كتشوفوا معايا انا غليت الحليب، يعني سخناه مزيان. دابا غادي نحاول نضيفه خطره وحده، يعني بنوبه من بلا ماشي بالتدريج، غادي نضيفه نوبه وحده ودائما مع التخلاط. من بعد ما ذوبنا اخواتي الكراميل كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ذوبنا السكر، كنوضع نحاول نوضعوا القليل في الاكواب ديالنا اللي غادي ندخلوا او لي غامكه اللي غندخلوهم من الفرن، ما نكثروش لان نعرفوا الحلاوه. حاولوا نقصوا شويه من الحلاوه شويه شويه، صافي. من بعد ما خوينا الكراميل في لي غامكان ديالنا ولا القوالب اللي غندخلوا الفرن، غادي نبداو على بركه الله اننا نملؤوا لي غامكان ديالنا بالكريمه اللي صوبنا بالحليب والبيض. بسم الله ما نعمرهمش حتى الفم، غير شويه من بعد ما غادي نملؤوا الاكواب ديالنا. فاحنا غادي نحاولوا نديروا نخويو شويه تاع الماء مغلي، هنايا غير نصف ديال، يعني غير نصف او الثلث ديال الاكواب، وندخلوهم الفرن مده ياخذوا منا على 180 درجه، ياخذوا تقريبا واحد 40 حتى 50 دقيقه، يعني ونحاولوا نقلبوهم بالسكين، نشوفوا الطياب ديالهم بالسكين. الا خرج السكين ناشف اولا هذاك الكيغدون ديال الشوا، نحاولوا نقلبوهم بهم، الا جاب الله خرجوا ناشفين وصافي راه مزيان، راه يعني هذوك هو الطياب ديالهم. الا لقيناهم شويش باقيين فازقين فنحاولوا نخليوهم حتى وكان يخرج الكيغدون ناشف اولا الموس ناشف. هنا كيف ما كتشوفوا قلت ما خواتي غنخويو الماء مغلي، تولوا تحصل نصف ديال الاكواب، صافي. غادي ندخلهم دابا الفرن مده 5 قلنا 40 حتى 50 دقيقه، وديما نقلبوهم بالموس او الكيف. هنا خواتي كيف ما كتشوفوا معايا الفرن ديالنا من بعد ما جبدناه من بعد ما خرجناه من الفرن، فانا خدم معايا تقريبا مده واحد 40 حتى 45 دقيقه، ولاني ديما كيف ما نقول كنبيكيو هكا كنخرجوه، الا خرج لينا ناشف صافي راه طاب، ندخلوه للثلاجه مده واحد ساعتين ولا ساعه ونص، المهم حتى وكان يبرد لينا. منين بغاو نقلبوه في الطبسيل ديال التقديم فكناخذوا سكين بحال هكا وكنحاولوا اننا ندوروا على هاد الحواف بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي نحاولوا ندوروا على هاد الحواف بهذه الطريقه باش نقدروا نقلبوه في الطبق ديال التقديم.
تناخذوا بحال هكا الطبق تاع التقديم اللي غنديروا فيه. كيف ما قلت هذيك العمليه كتسهل علينا اننا دغيا نقلبوا الفلون ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي الفلون ديالنا ها هو، يعني كيجي ممتاز وكنتمنى تجربوه. وبهذه الطريقه هذه يعني دغيا ما تيشبرش لينا في القاع كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا القالب فاش درناه، ويمكن لكم ديروا في قالب كبير، يعني الا كان عندكم شي مور كبير، ماشي يكون ثاني كبير بزاف، لان هذا القياس هذا تقريبا انا خرج ليا 5 ديال لي غام كان بحال هادو، 5 ديال لي غام كان بحال هادو. ويمكن لكم ديروهم في قالب متوسط، يعني ديال واحد كنعرف كيكونوا دوك القوالب ديال لي كيك صغار، تقدروا نديرو فيه بحال هكا بريزونتيو كبير الا كان بحال هكا برا نديروه فلون عائلي. ونتلاقاو باش نشوفو الطبق النهائي ديالنا. الكريم كراميل ديالنا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما برد، فنزين يعني نزينوا حسب الرغبه. انا زينت بانصاف ديال الكركاع وحبات من الفراوله، يمكن لينا نزينو بالسوريز اولا سميد اولا شويه تاع لي زامو ايفيلي هكا، ولا نخليوه غير هكا بريزونتيو بوحديتو، يعني تيجي رائع جدا والمذاق ديالو تيجي رائع. وكتشوف كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي ما استعملناش فيه حليب كونسونطري، يعني المواد هي بسيطه وفي المتناول، والاهم انها ناجحه. فكنتمنى انتم تجربوه وينال اعجابكم واللي معتمد عندكم. وكنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ولا وصفه قادمه بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتخليوا تعليقاتكم. السلام عليكم.